مش هيدمش. تعالي أباي. سلام، شلونكم؟ شو اخباركم اليوم؟ روان شنو بنسوي؟ اي تحدي؟ برجع. واو، روان بتزوع من لان العادي ما احب شيء اكل وشرب. روان ما احب شرب. روان بس تاكل برجر و جبن بس، ما في لا كاتشب. ما احب الكاتشب، ما احب المايونيز. ماكو مايونيز؟ كاو. اه ما احب الماسترد. هذا جونا حبيب روان، هو يحبها. يحبني. عندك طاوة كلهم ياكلونها. كم جولة؟ خمسة. أربعة. خمسة أربعة. أوكي أربعة. عشان عشان هذا ما لنا خلق نجادل بعض اليوم. وين نتهاوش الحين؟ أنا الكبيرة. لا أنا مو الكبيرة، أنت الكبيرة. ابدأ. أنا الكبيرة. أبغالي أنت عادي. الحين الجولة الأولى. عكس عكس بكية جبل. شلون بطلع؟ ما تقدرين تعيشون بدوني. لا راحي بس. حتى جبن ما تعرف تبطل. خلخ. بس يبي يعرف الباقي. تخيل. جبن 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 جبن. الحين يطلع لها تونة. والله راح أضحك. عادي أنا أكل تونة. خس وناسة. ليلها وناسة. بس أنا ما مو من محبين الخس بس أكله يعني. خليكم نفسي روحكم يعني شلون تاكلون كل شيء. يلا الحين الجولة الثانية. خس الحمد لله. ترى ما تاكل خس. انا اي بس هو شيء وايد زين يعني. لا مو كيف. اوكي انا حطني انا حط. لا شنو شنو نعناع حطي بعد. بس انا نقي الكمية. انتي شكو تنقي؟ مو بكيف. بلا انا. لا مو بكيف. بلا انا. يلا خلص الحين بيطلعي تونة بحط لي واحد. اوكي شنو بقول لا يعني؟ جبن جبن. انا مستانسه. جبن. توني جاي من النوم. ليش جاي من النوم؟ توني جاي من النوم. انا المفروض الحين بالجامعه. بس شنو صار؟ اني نمت وما قمت. قعدت الساعه 6 وهي تبدا 6. يا ريت تقولي ترى بروح الجامعه. بس روح الجامعة كسرتي خاطري. يلا قدي روح تدرس. ما ادري شنو نمت. الجولة الثالثة. ما شاء الله الجولات ورا بعطيك جد بس ما في اعتراض. التونة يا بيت. لا بعد حبي كبيرة كبيرة. لا اثنين تاخذين حياتي انت. نعم انت تقصين على منو انت؟ انت تقصين على منو؟ انت قلتوا اثنين. ما في شي ضحك. اي ضحك. في ضحك؟ انا قيل ابي هذا اسلوبي وعاجبني من يوم شفته تملكني. بس دوري. روان دوري. اي شويت عادل شويت اصابات شويت. الحين الجوله كم؟ ما ادري. الرابعه اخير جوله. لا ما ما ما, ما يصير. خمس جولات خليها. بنخليها خمس جولات. انا حط لي قاعد تستعبطين ولا شنو؟ طلعت صدقي. بس انا احط لي. طلعت صدقي. والله لا والله طلعت صدقي. شكو تحطلي؟ شكو تحطيلي؟ زين حطيت شوي. وشكو شكو؟ كاتشب؟ كاتشب؟ ما في ما في. هي تحط لي حتى الماسترد. كل شيء هي تحط لي. تحطي ماسترد حنان؟ لا كله هي تحط لي. متى كله؟ ترى ماخذه هذا تحط وتحط ما شنو؟ اي شكو؟ قاعد غشمر. لا تغشمرين. انا ما اتحمل غشمره. اوكي. احنا نقول لها زيدي هي تزيد. لا تحطين. زين؟ زين. ما شاء الله. خلاص سوري يلا كملي. كلينكس مش هيدمج. تعال أباي. ايش قلت انا؟ انت بتحطين كلينكس على
صمت. بعد ما صار طقم طايق سوا وروان على تخيري الحين بتحط كتب حتى ما تتكلم. ما راح ازيد ما راح ازيد انت كبيتيني انا ما راح انا ما راح اتكلم ما راح انطق. ما شاء الله وايد حلوه صمتي. خلاص يلا هي اي جولة الخامسة. ما شاء الله صمونتك وايد حلوة روان. طيري قاعد تراضيك خوف بتطيلي ما بيها تراضيني خد حط حق نفسها. اوكي ايش فيك مغشاشة انا؟ كيف؟ نفس كيف هالدور ذيك المرة. بنسوي ست جولات. روان عدي ما تصبر علي. طلع صوتها صجي. لا لا عادي طالع صوتها صجي من دبي. جولة. جولة صجي. يلا بدلي؟ لا وتيكي مات اوكي؟ كاتشب وبوكا حبيبتي؟ عادي انا احب التونة عادي عادي انا احب التونة. يلا كل تونة مع كاتشب الغان تنبلع شوي. يلا الحين راح نحط الهمبرجر. هي اتكيت شوي بالقفشه ايش فيك انت؟ اكسر القفشه واقرا ازجعويها. انا ايش حطيت هذه؟ روان يا ذكيه. ايش ولا كلمه يا واي حنينه ذكيه. ذكاء مو فاهم بالذكاء. شنو اسوي؟ قلبيها يا ذكي شايفكم. المشكلة صمونة اللي هي معصبة ان انا حاط اخر اشياء صارت عندي ما ادري ايش فيها هذه. ناكلها كلها؟ كلها حبيبي. اذا ما كليتي تخسرين لازم لقمة كاملة تبلعين. لقمة كاملة؟ لا لقمتين. شنو يعني اخسر؟ مالتها تنبلع انا مالتي ما تنبلع. تعاقبين. حلفي. اوكي. يلا. بس اذا كليتها يعني تراجعت عن رايي. تبين الصج حلوة ترى. مصدق هذا شيء حلو. اكل الصوب اللي فيه كاتشب ويا بوب كورن. يا انا قويه تعرف كيف صمود عيوني سعد. يلا انا داخلها مسترد. ابوي داخلها مسترد. انا ابوي داخلها تونه بوب كورن وكاتشب. يلا اكلي. مش هاكل. اسحكين جربيها. ما يصير تخسر لك. ما تخسر يعني هي اقوى. وايتي لذيذة. شي قاسي مع صوتك. يلا ما اسحكين. يلا شنو العقاب؟ لازم ما راح اكل ما راح اكل. ترى حلوه صدق. اوكي حركات عادي بالضبط. ما راح اكل. لازم تاكلين. لا هو تسوين هذا ما كيتي عقاب. يلا ما كيت اكل ما راح اكل. يعني مخس ما حتاكل حتسوي العقاب؟ لا ما ادري. لا ما في ما ادري. يا بتاكلي يا بتسوي العقاب. يا تاكلين صمتك يا تسوي العقاب. شنو العقاب؟ ما راح نحكي. الحين راح نقول ايش العقاب راح تسويه. عن شنو؟ روان لو ما كانت صمونتش اشرف لك لاني ست روان ما كانت صمونتها راح
عقاب غصبا عليها. شنو العقاب روان؟ رهلين بلونة ايه ماي في صابون وسبحت شوية شي باي خاص اكل صمونة عادي؟ لا مو عادي. صموتي انا الحين انا يعني اكل سمبوسة. ما بدي ما بداني. ما بداني روان تو ما اسمع الحين قاعد تضحك معي تستعبط عبط. الحين بحط بالبلونة صابون وماي. شلون بحط الصابون؟ ويت لازم صابون؟ ما اعرف احط صابون. منو اللي قايل انه لازم صابون؟ امي. اوكي. لا بس شلون احط صابون؟ ما ينحط فيها صابون. حطي ماي. شلون بتحطين الماي؟ لازم اعبيها هني يعني. اي ما تفخينها كذي. ايوه حاولي بكل ما تيتي من قوه. تنفجر تنفجر قللي الماي تنفجر قللي. ايوه شوي شوي عشان لا تنفجر. صح كيفك تحطين بعد؟ حطي اذا كافي كافي حطين بعد. شو تعبين ماي بعدين تحطي صابون. مش انا مو قادره بس انا اشوفه كافي يعني. صدق؟ ايه ليش لازم وايد؟ هذا وايد متروس. اشوف اشوف ولا طش قدر متروس بعد تعبين. ابي دبوس. يلا طوي روان. الحين راح نعاقب روان لانه ما كلت لهم برجر. راح نبط ولا لا لا ما يصير. ما يصير ما يصير. نزلي ايدك نزلي ايدك. انا تدمرت مو هي. بعد ليش ما سويت نوايد؟ بعد واحدة؟ لا ما يصير. يلا بعد واحدة. صار شعرها روان شعرها نوعيته اللي مع يصير ماي بعدين. ايه شاي انا كلي ماي مو روان انا كلي ماي. ترى كنت بحط الصابون بس من طيبتي الزايده ما حطيت لك. من شنو؟ من طيبتي الزايده ما حطيت لك. وي 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 يلا يلا يلا. وبكذي وصلنا لنهايه الفيديو. لا تنسون تعطونا لايك سبسكرايب وتنشرون هذا الفيديو وتسوون كذي باللي ما ياكل الاكل يعني لازم تاكلون اي شيء قدامكم. يلا باي.